مش انا جايبه فطور معي مره تاخرت قد الساعه 2 مره تاخرت عشان كيف الاغراض يخلص السياره بتاعي بس طبعا لحظه البالونات ورد كذا من ورا نحط الطاولة هنا أو ممكن برا باقي ما اكتشفنا. طبعا انتهينا يعني ضبطنا الأشياء جزئيا يعني هذه الأغراض اللي بنعبيها. طبعا منتهين جزئيا يعني جهزنا ركن القهوة الفطاير زي كذا رحت هذا بسوي بس فطاير زي كذا استراحة يعني زي الكرف رايح اكل مع البنات قاعدة أصلح القهوة، خلاص خلص ماي تمام.